قدمها أو اللي قدمها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية. وأنا أرى أنه الحقيقة إسرائيل بتتعامل مع إجرامها بتعامل فكرة الهروب الكبير أو فكرة بص العصفورة، يعني فكرة الهروب من الأزمة والاتهامات والادعاءات أو الاتهامات اللي بتواجه حكومة نتنياهو بأنها بتودي الموضوع في سكة تانية خالص. إيه الهدف من هذه الادعاءات دكتور محمود؟ هو الحقيقة يا فندم أن يعني إسرائيل لها نهج معروف في إدارة كل الصراعات والنزاعات. النهج ده لا يجيد التعامل معاه إلا المفاوض المصري فقط، وده حاجة يعني مسجلة على مدار السنين. النهج ده ليه محورين رئيسيين. المحور الأول وهو التسويف، ويفضل يعني ايه يهدى ويكسل ويأخر ويعمل، ولذلك تلاقي المفاوض المصري يتعامل مع الإسرائيلي بالصبر والجلد. كلمة الجلد دي بمعناها الحقيقي. ليه؟ لأنه هو عارف كويس ان النفس عارف الطويل تركيبته. عارف تركيبته وعارف ان النفس الطويل هو اللي هيقدر ينتصر عليه في النهاية ويحقق الأهداف في النهاية. المفاوض المصري بيعتمد على حاجة مهمة جدا غير الصبر والجلد، ألا وهو أنه عارف كويس أنه لديه قوات مسلحة ولديه قوة عسكرية قوية، لأن الإسرائيلي لا يهاب ولا يخاف إلا من يمتلك القوة. فهو القوة اللي موجودة دلوقتي ده أمر مهم جدا. الحاجة الثانية واللي بيعملها إسرائيل دلوقتي هو يجيد نقل مربع الصراع من عنده إلى آخر. ومصر من بداية الأزمة، وخلينا نفكر حضرتك والناس بأنها كل ما إسرائيل تحاول نقل الأمر من مربع الصراع عندها إلى مصر، مصر ترجعه عندها تاني. قالوا عايزين نهجر الفلسطينيين علشان نقبض على حماس في شمال غزة، رئيس عبد الفتاح السيسي قال لهم نحطهم في صحراء النقب. لا خلينا نفتكر كده مع حضرتك، هم تعفراتوا من ساعة الجملة دي الحقيقة. هم ما ردوش أصلا. هم ما ردوش اصلا، يعني عايز اقول لحضرتك خلينا نفتكر، لان ده كان نقطه مهمه جدا. هم لا، ما انا بفتكر وبفكر الساده المشاهدين وحضرتك معايا على التليفون يا سياده النائب، بالحقيقه كان كل من اتى الى مصر وحج اليها بخصوص هذه الازمه كان يذهب الى رفح وكان يقف على باب المعبر في مصر، وما كانش عارف يعدي ناحيه المعبر من الجانب الاسرائيلي. ده أمر مهم جدا زي ما بقول لحضرتك. هو كان بيتصدم الجانب الإسرائيلي، بيتصدم من رد فعل الجانب المصري انه بيرجع له الأمر في مربعه مرة تانية. خلينا نفتكر مع حضرتك اقتراحهم بأن مصر تشارك في إدارة غزة كمرحلة يعني انتقالية. مصر قالت لا، أنا ما بدرش فلسطين وغزة، غزة يديرها الفلسطينيين فقط. هنا بقى في اللي حصل في المحكمة العدل الدولية في موضوع معبر رفح، هو ما كانش غرضه خالص غير ان هو يشتت الانتباه عن القضية الرئيسية بالزبط. لان القضية مرفوعة بحضرتك وقف اطلاق النار والاتهام المباشر بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب. فهو عايز يخلي القضية تخرج من وقف اطلاق النار وجرائم الحرب والإبادة الجماعية اللي فوجئ. خليني أكد على حضرتك أن كل التقارير الدولية بتقول أن الجانب الإسرائيلي فوجئ بهذا الزخم الإعلامي بهذا التركيز، وهو لو يعرف أن ده اللي هيحصل في محكمة العدل الدولية هو ما كانش وافق يروح. ولكن المفاجأة والارتباك اللي ظهرت على فريق الدفاع اللي يشوف المرافعة اللي يشوف الارتباك على فريق الدفاع، وهنا ذكروا كلمة مصر وذكروا كلمة معبر رفح. كلمة مصر ومعبر رفح رد عليها الدكتور ضياء رشوان في رئيس الاستعلامات في كل الحاجات اللي قالها والمقاومات اللي قالها. وخلينا اقول لحضرتك على حاجه، ان الامين حضرتك ذكرتي مجموعه من الناس راحوا معبر رفح، الامين العام للامم المتحده بنفسه راح معبر رفح وما عرفش يعدي. طبعا ما انا هو انا بزيه على الهوا، ورئيس وزراء الثانية ورئيس وزراء بلجيكا راحوا دول بقى حضرتك في أول يوم الهدنة، وأنا كنت متواجد بنفسي هناك لما كنا مع حملة الرئيس المرشح وقتها عبد الفتاح السيسي. والناس راحوا وأشادوا بأن الجانب المصري عامل كل التسهيلات، عامل كل التيسيرات، عامل كل حاجة علشان يعدي. عايز أقول لحضرتك على نقطة مهمة برضو تخلي الإسرائيليين دلوقتي مهتمين أن مربع الصراع يتنقل لمصر. المخيمات التي أقيمت في جنوب قطاع خان يونس أو في جنوب خان يونس في آخر شهر ديسمبر اللي فات، واللي بتقام على مدار الساعة دلوقتي بإيواء الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية، ده سبب لهم حالة ارتباك وانزعاج شديدة جدا اللي بتعملها مصر. طبعا اللي مصر، لأن عايز أقول لحضرتك إنها دخلت
خلينا أكد لكل الناس ولكل أيوة. المصريين دخلت أيوة. بتأمين مصري خالص نعم. دخلت بمعدات ومكونات كلها مصرية خالصة يعني حتى المنظمات الأممية كانت تتلكأ بإن هي تساعدنا فيها نعم. ده أمر حقيقي وواقع نعم. ولازم نرصده لكل المصريين نعم. هو كان لازم يقف في محكمة العدل الدولية يحاول يلقي بأي اتهام على مصر وهو الاتهام ده على فكرة هو اللي هياخده للإدانة برضه في الآخر وهو أيوة. هيتفاجأ بيه ليه أيوة. هيتفاجأ بيه؟ اولا الادعاء الجنوب افريقي متكلم على ان هو ما كانش بيقدر يدخل المساعدات أيوه. تاني حاجه التصريحات الرسميه بقى مش هنقول الاعلاميه الاسرائيليه كانت بتقول ان احنا مش هندخل حاجه من مساعدات جو بايدن الرئيس الامريكي نفسه أيوه. بيطالب اسرائيل بان هي تدخل مساعدات عن طريق معبر رفح من الجانب الفلسطيني عندنا نعم. صور ووثائق موثقه وفيديوهات انهم ضربوا دي كانت على شاشات العالم يا ست النائب نعم مش عندنا بشكل شخصي دي كانت بتذاع على شاشات العالم هو الموضوع منتهي حضرتك الناس أيوه. نسيت ان هم ضربوا الطرق المؤديه الى معبر رفح من اربع مرات أيوه. ومصر والهيئه الهندسيه المصريه هي نعم. اللي دخلت ومهدت الطرق عشان نعم. السواقين يدخلوا اخر أيوه. حاجه والمهمه اللي عايز اقولها لحضرتك فضل. ده لما كانوا بيعطلوا دخول المساعدات المصريه أيوه. كان المفروض ان العربيات المصريه تنزل وتحمل عربيات فلسطينيه من جوه نعم. مصر خلت السواقين المصريين يدخلوا لحد جوه والسواقين الشجعان المحامين المصريين دخلوا وتحملوا هذه المخاطر الموضوع نعم. لا يرتقي ان احنا ندافع عن نفسنا ولكن صحيح. حضرتك يرتقي ان نفتخر بالمفاوض أي. المصري نفتخر بالدبلوماسية المصرية وبالقيادة نعم. السياسية المصرية انها لم تسمح بنقل مربع الصراع الى صحيح. مصر صحيح. وعايز اقول لحضرتك جملة اخيرة في هذا الامر لانها مهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص ان تظل مصر في موقف المفاوض وموقف الباحث عن الحل ولا تكون طرف في الصراع او النزاع وده نعم. يرد على اسئله كتير اتقالت الفتره اللي فاتت صحيح. مصر لا يمكن ان تكون طرف في هذا النزاع ولكن نعم. يجب ان تظل طرف نعم. مفاوض وطرف باحث عن الحل حتى تستطيع ان تمارس كل مهامها تجاه اشقائنا واهلنا في فلسطين وتحافظ على الامن القومي المصري تمام شكرك سيد النائب